في ناس طبعا سمعوك كثير، ولكن من ابرز الاسماء اللي قالوا فيك شهادات ودي حتى لو تذكرنا فيها، مثلا نتكلم احنا عن عبد الرب ادريس، عن ناصر الصالح، عن جميل محمود الله يعطيه الصحة، عن الفنان الكويتي الغايب اللي نحبه من سنين محمد المسباح. هذول يعني ما ادري اذا نسيت احد، وش رمزية كل او 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 أهمية كل رأي قيل فيك من هذه الأسماء، وش قال كل واحد؟ والله يعني انا دائما اقول انه اي انسان اعطاني من وقته انه يسمعني فقط فهذا اكرمني يعني الحقيقه. فما بالك بقامات فنيه كبيره يعني مثل الاسماء اللي ذكرت، يعني الموسيقار جميل محمود يعني سمعني كذا مره واشاد بشكل كبير الحقيقه، يعني الله يعطيه الصحه والعافيه ومسي عليه بالخير، ونتمنى نكون عند حسن الظن يعني دائما. فلما تجيك إشادة من موسيقار كبير زي جميل محمود، نعم، يعني عاصر وشاف مئات من الفنانين، نعم، فلما صحيح تحصل على إشادة منه هذا يعني وسام كبير. يعني الأستاذ عبد الرب إدريس يعني الدكتور غنيت قدامه في أحد المناسبات الخاصة وأشاد بشكل كبير، ويعني لما قال يعزف صح ويغني صح. الأستاذ محمد المسباح مسي عليه بالخير، أبو جاسم يعني الرجل ما يجامل أبدا يعني ويحب الفنون الأصيلة، وهذا فوجد يعني يمكن وجد فيني نوع من الأصالة وأعجبه الشيء اللي أنا أقدمه، فأشاد فيني في أكثر من مناسبة الله يعطيه الصحة والعافية، وهذا فخر بالنسبة لي. الأستاذ ناصر الصالح يعني دائما الله يجزاه خير، يعني من فترة لفترة سواء تقابلنا يعني في مكان عام أو يذكرني عند ناس يعني نعم أعرفهم، وهو يعني أصدقاء مشتركين بيني وبينه، فهذا برضو شرف كبير إنه تستاهل موسيقار زي ناصر الصالح يذكر اسمك فقط يعني. طب لا تستاهل. إحنا ال 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 دائما الناس تقول لك إن أكثر المقاطع إذا ما غنيت لنفسك أكثر شيء لمحمد عبده. في 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 محمد عبده هو الاكثر الاهم يعني الاحب لك، او طلال، او انت تحبهم كلهم؟ او والله انا دائما اقول انا احب العمل الفني. ايه يعني انا اسمع غير الناس يعني، او ايه غير اكثر الناس، ايه اشوفه من ناحيه الكلمه، من ناحيه اللحن، التوزيع، يعني اسمع بشكل فني بحت يعني. ولكن الاسماء اللي ذكرت يعني هذول ناس عمالقة وهم نبراس لنا، وإحنا يعني نشوفهم يعني مرجع. فمثل الأستاذ محمد عبده طال مداح يعني هذول مكتبات فنية. طب أنت تنتقي منها ما يعجبك. نعم.